ماشي شنو تيجي نفيدك من الخبر الفني دابا تمشي بالضيف
أمينة.
هادي قريب راح خروي والله نور ديال الخروي عاد بلاد عاد بلاد نور سعد الذهبي عاد بلاد جوج جاي انت لنا سعد من وخر شيخ جلس لهين شيخ شريف رفع يا نجح أجيب حكم شيري أجيب شيري شير عالي نسميته انت ما عندك محفظة حين بلاد كثير Thank you.
يلا سير. اسمي سيد الرئيس. غير غندير قسم الصلاح هذا قسم العمل الاجتماعي للناس. بمناسبة موسم الدراسة في العام المقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس مجلل الله على رعايا من الأبرياء من الضعفاء والمعوزين والمرضى بهبة ملكية استفاد منها 1056 مستفيد ومستفيدة، وهمت على الخصوص أضرفة مالية، كراسي متحركة، نظارات طبية ومحفظات دراسية، وكذلك ألبسة للأيتام. وبعد المناسبة نتوجه إلى الله العلي القدير أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن يشد أزره بشقيقه مولى رشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. عبد الكبير الغالبي رئيس مصلحة بقسم العمل الاجتماعي بعمل جسم الكناس. بمناسبة موسم المولى إدريس الأكبر أنعم مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بهبة ملكية لفائدة رعاياه الضعفاء والمعوزين والمرضى، وقد همت هذه الهبة كراسي متحركة، نظارات طبية، ومحفظات مدرسية، بالإضافة إلى ألبسة لفائدة الأيتام وأضرفة مالية للضعفاء والمعوزين. وبهذه المناسبة نرفع أكفنا إلى العلي القدير بأن يحفظ مولانا أمير المؤمنين، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، وأن يشد أزره في شقيقه المولى رشيد وسائر الأسرة العلوية الكريمة، إنه سميع مجيب. دائما معكم من ضريح مولاي إدريس الأكبر، هناك الحاجب الملكي والوفد المرافق له كما تلاحظون. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. نسألك اللهم بأسمائك العلى وصفاتك الحسنى أن تجعل هذه الساعة ساعة هدى، ساعة تقوى، ساعة عفاء، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانصر اللهم من قلته في الأرض أمر عبادك، وبسطت يده في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لعزك وجلالك جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم ثبت خطاه وحقق مسعاه، وبلغه مما يتمنى ويرضاه. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم احرصه بعينك التي لا تنام، واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبارك له اللهم في ولي عهده صاحب السمو الأمير الجليل مولي الحسن، وشد عضد جلالته بسموه السعيد الأمير مولي رشيد، واحفظه اللهم بكافة أسرته الملكية الشريفة، فإنك على ما تشاء قدير. وأمطر اللهم شآبيب الرحمة والرضوان على الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني طيب الله ثراهما. اللهم ارفع درجاتهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا سخاء رخاء في طاعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ب
بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سب الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا.